نتكلم شويه عن التعليم في بلد عندها ازمه سمع بيها القاسي والداني، نقص في الفصول في المدرسين، ازمه في المواد المساعده، ازمه في المناهج، ازمه في الامتحانات، ازمه في تصريحات المسؤولين، زياده اعباء على اولياء الامور بسبب الدروس الخصوصيه والكتب الخارجيه والمناهج والحوارات اللي احنا عايشين فيها بقالنا كام سنه. فجت حياه كريمه وقال لك احنا على هرم أولوياتنا الإنفاق على التعليم. خليني قبل ما أروح لحياتي كريمة أقول لك مادة من الدستور، المعلومات الموثقة اللي حضرتك بتحبها. في مادة في الدستور هي المادة رقم 19 بتقول إن الحكومة تتكفل بإنفاق 4% من الدخل القومي السنوي على ملف التعليم ما قبل الجامعي. دي المادة رقم كام؟ المادة رقم 19 من الدستور المصري بتاع عبد الفتاح السيسي. قوم الحكومة بقالها 4 سنين بتخالف هذه المادة. يعني السنة دي تم انفاق قد ايه؟ تم انفاق 1.9 من الدخل القومي على التعليم بإجمالي 239 مليار لما تطرحوا من الدخل القومي اللي هو كان 11.8 تريليون جنيه. تعرف ان الدولة بتخنصر من مخصصات التعليم اللي بيقولها الدستور حوالي 480 مليار جنيه فجوة ما بين كلام الدستور واللي بتنفقه الحكومة. لكن جينا الحياة كريمة وقال لك بنينا مش عارف فصول وصرفنا 40 مليار على التعليم وجددنا المدارس، لكن الواقع ان احنا ما زلنا عدد الطلبة في الفصل الواحد 150 طالب. ما زلنا الطلبة بيروحوا ما بيلاقوش حتة يقعدوا فيها. ما زلنا عندنا عجز مدرسين، عجز فصول، عجز مدارس، عجز مناهج، عجز كل حاجة. لكن حتى المدارس اللي عملتها حياة كريمة اكتشفنا او صدمت امس ان الكلام ده مجرد سبوبة. متخيل حكومة في دولة محترمة بتهتم بالمواطن عرض المدارس الحكومية للبيع على السادة المستثمرين. اهو الخبر، طرح او مصر تطرح امام المستثمرين 44 مدرسة بعد تطويرها. يعني المدارس اللي انت بتطورها بحجة حياة كريمة وعمال تقول لي بدفع وبطور وبجدد وبعمل مدارس كل ده عشان تبيعها، ده الواقع بقى. انت متخيل ان المدرسه الحكوميه اللي ابنك موجود فيها النهارده بكره بقدره قادر هتتحول هذه المدرسه من مدرسه مملوكه للدوله وزاره التربيه والتعليم لمدرسه بيملكها مستثمر ممكن يكون خليجي، سعودي، اماراتي، مش عارف قطري، بحريني، او ممكن حتى يكون اجنبي، ممكن حتى يبقى يهودي او صهيوني اسرائيلي يمتلك هذه المدرسه. فتتحول بقى من تعليم حكومي بتكفل الدولة مجانيته لتعليم استثماري مطلوب من حضرتك تدفع ثمن تعليم ولادك. رغم ان الحكومة طورت هذه المدارس من ضرائبنا وطورت هذه المدارس من الميزانية بتاعت البلد، لكن دلوقتي بتعرضها على الحكومة. شوف المدارس اللي معروضة للتطوير، بعض هذه المدارس في محافظة سوهاج وبعضها في الغربية والشرقية والجيزة. حياة كريمة قالت إن المبادرة قضت على الكثافة المدرسية في الفصول بعد إنشاء 457 مدرسة بتكلفة 5 مليار جنيه في سوهاج. بعض هذه المدارس الآن معروضة للبيع. 48 مدرسة جديدة وصيانة 59 في الشرقية، دي أيضا معروضة للبيع بعضها. 101 مدرسة بمحافظة الغربية. كل المحافظات اللي تم الإعلان عن تطوير مدارس فيها مع الأسف بيتم دلوقتي عرضها للبيع. وهيبيع نهين المدارس اللي هي على وش القفص، المدارس اللي قدر يكمل التخت ويكمل البنى التحتية بتاعتها وينظف الحمامات ويعمل فيها صبرات إلكترونية، مش لاجل المواطن ولا لاجل أولاد المواطن، لاجل الفلوس. 10 سنوات من الإنجاز، 495 مدرسة جديدة في أسيوط بتكلفة 2.2 مليار جنيه. وقال لك كمان في الجيزة إنشاء وتوسيع 306 مدرسة بتكلفة 2.2 مليار جنيه. أما في اسكندرية فقال لك إنشاء 38 مدرسة بتكلفة 270 مليون جنيه. المدارس دي كده الحكومة كانت بتقول لنا بتعملها لأجل حياة كريمة، ولكن عاملة كده زي اللي عنده تمثال من عجوة بيعبده. بقاله 4 سنين حياة كريمة، إنجازات حياة كريمة، مشاريع وطفرة حياة كريمة، ولما اتزنقت الحكومة قررت تاكل تمثالها العجوة. دلوقتي بيبيعوا المدارس بتاعت حياة كريمة اللي طوروها للمواطن. دي فضيحة ما بعدها فضيحة.
العالم كله بيطور التعليم الحكومي، احنا بلدنا الوحيدة اللي بتبيع التعليم الحكومي للمستثمر رغم العجز اللي عندنا. سيد الوزير قال بنينا 551 ألف فصل على مدار العشر سنين اللي فاتوا. تكلفوا كام؟ تكلفوا 40 مليار جنيه. ودلوقتي بنبيع هذه الفصول عشان نجيب ال 40 مليار جنيه اللي احنا جبناهم بفلوس الدين والسلف على قلب المواطن، لاننا بنصرف الفلوس على الطرق والكباري والعاصمة الإدارية الجديدة والمهرجانات والأفلام والمسلسلات. وزير التعليم أيضا قال ان احنا سلمنا 2392 مشروع بعدد 14940 فصل ضمن مبادرة حياة كريمة. هو انا في الحقيقة مش عارف انه رقم بالظبط، هل هم 551 الف فصل ولا 14940 الف فصل. بالنهاية اذا كان الرقم الكبير او الصغير فالكل ده او كل هذه الارقام ما سدتش العجز، لان المساعد او النائب بتاع الوزير بعظمة لسانه في 2021 او نائب احد النواب قال عندنا عجز 250 ألف فصل و 320 ألف معلم. ده أدى لإيه بقى؟ ده أدى لزيادة الكثافة في الفصول وأصبحت أزمة كل سنة. وبدل الحكومة ما تحل الأزمة رايحة تبيع المدارس كليا أهو أزمات كل سنة، بعد ما كنا في 2021 230 ألف فصل عجز وصلنا في 2022 250 ألف فصل، لأن الحكومة ما شاء الله شغالة كده. بدل ما تبني فصول تروح تبيض المدارس اللي موجودة وبعد كده هتبيعها. السيد رئيس جودة التعليم اللي هو الدكتور علاء عشماوي قال لنا قبل شهرين تقريبا إن احنا محتاجين على الأقل من 40 ل 80 ألف فصل لاستيعاب كثافة الطلاب ثانوي. خليني كمان أعرض لحضرتك فيديو للسيد وزير التعليم واللي بيقول ان البلد انشات 120 الف فصل بتكلفه 40 مليار جنيه. متابع هذا الفيديو. عدد فصول الحاليه هي 552 الف فصل. احنا في الفتره من 14 ل 23 فخامه الرئيس بنينا 120 الف فصل بتكلفه 40 مليار جنيه. ده الحقيقه واحد من الاشكال اللي انا وصلناها انترنت سريع، فايبر موجود 2476 وخاصه المدارس الثانويه، في عندنا 9246 معمل مطور، المدارس فيها معامل لكن ده معمل مطور، في عندنا شاشات ذكيه 36210. وبالمناسبه فخامه الرئيس ده اللي مكننا ايام كورونا ان احنا نكمل التعليم بتاعنا، ولا التعليم مصر من الدول القليله اللي استكملت التعليم اثناء جائحه كورونا بفضل البنيه التكنولوجيه. كده انا عندي ثلاث تصريحات للسيد الوزير. واحد بيقول 250 الف فصل، وبالفيديو بعظمه لسانه بيقول 120 الف فصل، وايضا قال 14940 فصل. حضرتك يعني زي ما اتعودت كده من الساده المسؤولين في البلد ساقطين حساب اي واحد من دول انا موافق عليه، لكن تحل المشكله. لكن بعد ما تبني الحاجات دي وتطورها وتجددها عايز تبيعها وتحولها الخاص، طب شوف مشاكل التعليم الخاص. شكاوى من زياده مصروفات المدارس الخاصه في العام الجديد. نسبه الزياده وصلت قد ايه؟ قال لك نسبه الزياده تجاوزت 100%. 100% زياده في مصروفات المدارس الخاصه، واولياء الامور بيشتكوا حتى من عدم التزام المدارس الخاصه بتقسيط المرتبات. الحكومة مش عارف، مش عايز اقول بقى الحكومة بجهلها او بطمعها او الحكومة بفسادها عايزة تحول المدارس الحكومية لمدارس خاصة. والتعليم في بلدنا له نافع لا في الحكومة ولا في الخاص، لان فضحتنا بجلاجل زي ما انت شايف كده. نيويورك تايمز بتقول ان المدارس فرغت في مصر فانتعشت الدروس الخصوصية، ده لان المدرسة لم تعد قادرة على تقديم المادة الدراسية أو العلمية للطالب. نتيجة طبيعية أن بلدنا خارج التصنيف العالمي. ولا عزاء بقى للتابلت، ولا عزاء لحياة كريمة والمدارس بتاعت الحكومة. يعني حسب ما أعلنت بعض المؤشرات العالمية أن بلدنا خارج 93 دولة في التصنيف الدولي للتعليم.
ضيف عليهم دلوقتي بيبيعوا المدارس زي ما باعوا كل حاجة، يعني تحس ان كل حاجة في بلدنا للبيع، حتى المواطن نفسه أصبح للبيع، تاريخ للبيع، حضارة للبيع، حاضر للبيع، مستقبل للبيع، أصول ومباني ومدارس ومستشفيات ومصانع، كل حاجة بتجيب فلوس الحكومة بتبيعها، ولا عزاء للمواطن ولا عزاء لأملاك المواطن.